السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، وياكم إلاف أحمد. بهذا الفيديو راح نشرح عن كيفية استخدام النود ام سي يو مع الـ I2C LCD. طبعا الـ LCD هي عبارة عن شاشات اللي تكون بهذا الشكل. راح نستعمل الـ LCD اللي هي تكون بهذا الشكل. طبعا هي عبارة عن شاشة عرض، يمكن أن نعرض عليها الكاركترز، أيضا الأحرف ممكن أن نعرض عليها، ممكن أن نعرض عليها أشكال معينة حسب الكود اللي نكتبه. طبعا نشوف أنه هنا أحرف نقدر نكتب عليها، أيضا أشكال رموز ممكن تعرض لنا، أيضا ممكن تعرض لنا داتا كساعة تاريخ، أي نوع من البيانات تقدر تعرض لنا هاي الشاشات. نشوف أنه أمامنا أيضا أنه الـ LCD تتكون من أحجام مختلفة. نشاهد أنه احتمال تكون عبارة عن 4 رو 20 كولومز، نقصد بها الرو اللي هي الصفوف بالإضافة إلى الكولومز اللي هي الأعمدة. نشاهد هنا أيضا تتكون من 2 رو بالإضافة إلى 16 كولومز، يعني كل حسب الاستخدام نقدر ناخذ الـ LCD اللي نحتاجها واللي تعرض لنا حسب كمية الداتا اللي نريد نعرضها. يعني الـ LCD مثلا نحتاج كمية داتا قليلة، نقدر نختار LCD يكون حجمها صغير، أو إذا كانت الداتا كبيرة نقدر نستخدم LCD يكون أكبر بالحجم حتى نقدر نعرض البيانات بصورة كاملة. مع الـ LCD مع الـ عفوا النود ام سي يو ممكن ان نستفاد من الـ LCD بتطبيقات الـ IoT انه نعرض الايرور. يعني في بعض الاحيان انه نحتاج انه الايرور نعرضه، فاذا هاي من التطبيقات المهمة بالـ IoT انه نستخدم الـ LCD حتى نعرض الايرور. ايضا اكو تطبيقات ثانية انه نقدر نستعملها حتى مثلا نعرض الوقت الحالي والتاريخ الحالي، اليوم، السنة. أيضا نقدر نستعمل الـ LCD حتى نعرض إذا كان حصل اتصال مع الشبكة أم لا، نقدر نعرض عليها الـ IP أيضا مع الشبكة. فأيضا يعني إلها تطبيقات مختلفة مع الـ IoT. أخذنا بالفيديو السابق أنه أخذنا أنه السيريال كوميونيكيشن واللي ممكن نستفاد منها حتى نربط بين 2 ديفايسز، فربطنا بين الأردوينو والنود ام سي يو، فاستعملنا بالربط بين 2 ديفايسز نقدر نستعمل UART. قلنا نستخدم TX والRX. أيضا بهذا الفيديو راح نستعمل بروتوكولز ثاني اللي هو الـ I2C. الـ I2C نقدر نستفاد منه أنه نربط أكثر من 2 ديفايس، نقدر نربط مجموعة من الأجهزة مع بعض من خلال 2 وايرز. أيضا إحنا من استعملنا بالـ UART انه استخدمنا الـ TX والـ RX، اذا ايضا استعملنا 2 ديفايسز و2 وايرز، لكن هنا راح نستعمل اكثر من ديفايسز بالاضافة الى انه راح نستعمل ايضا 2 واير. هسه راح نشوف الربط بالسلايدات الجاية. نقدر نمثل انه بالنسبة للـ I2C يتم عن طريق إن قلنا نربط بين أكثر من جهاز. الرابط شلون راح يكون؟ هسه نشوف هنا أفضل. هنا راح يكون عبارة عن هاي مجموعة من الأجهزة أربطها عن طريق بروتوكولز اللي هو الـ I2C. الـ I2C اللي هو يتكون من 2 وايرز اللي هي الـ SDA والـ SCL. الـ SDA اللي من خلالها راح أرسل وأستلم الداتا. الـ SCL اللي هو نقصد بيه الكلوك. طبعا بنشوف انه الربط شلون راح يكون. راح يكون عبارة عن يوجد جهاز اللي هو يكون الماستر بالإضافة الى انه مجموعة من السليفز
اللي هي الأجهزة السليف، يعني تكون الربط من ماستر وتربط إلى مجموعة من السليف. بالإضافة إلى أنه نقدر نربط أكثر من ماستر مع مجموعة وأكثر من سليف، يعني أنه أما ماستر واحد وأربط إلى مجموعة من سليف مربوطة، يعني هاي السليف تكون مربوطة إلى الماستر، يعني هو الماستر اللي راح يتحكم بيها اللي يقدر يرسل ويستلم. أيضا ممكن أنه أربط أكثر من ماستر إلى أكثر من سليف. فإذا هي هاي طريقة الربط مع I2C، أنه أنا عندي مجموعة من الأجهزة أربطها معا عن طريق أنه أحدد من الماستر ومن السليف، ويتكون من 2 وايرز اللي هو الـ SDA اللي هي الداتا اللي راح يتم من خلالها الإرسال والاستلام، الواير اللي راح أرسل وأستلم من خلاله، بإضافة إلى كلوك اللي من خلالها راح ينظم الإرسال والاستلام بين السليف والماستر. نشوف أمامنا أيضا بهذا الربط اللي هو بين الماستر والسليف، لأنه هو الإرسال البيانات واستلامها يكون عن طريق بين الماستر والسليف فقط. فهنا راح نربط الـ SDA اللي هي من خلالها راح نشوف سهم رايح وجاي، اللي هو معناته أنه راح أستلم وأرسل، يعني السليف يرسل الماستر، بإضافة أنه يقدر الماستر يرسل السليف. ايضا الكلوك اللي هو راح يكون الكلوك فقط يكون من الماستر يرسل الى السليف، وليس لا يوجد يعني ارسال من السليف الى الماستر، هذا الكلوك. ولكن الداتا لا راح تكون متبادله بين الماستر والسليف، ولكن الكلوك فقط يولده اللي هو الماستر. وهذا الاي2سي، الاي2سي يتكون من 2 وايرز اللي هي الـ SDA والـ SCL. الـ SDA اللي هي الداتا والـ SCL اللي هي الكلوك. الـ SDA نقدر نرسل ونستلم بين الماستر والسليف، ولكن الـ SCL اللي هو فقط يولده الكلوك، فقط يولده الماستر. والـ I2C هي طريقة عمله، انه هو عبارة عن يتكون، يعني انه الـ I2C ممكن انه استفاد منه حتى اربط مجموعة من الاجهزة مع بعض، واللي تتكون من ماستر والسليف، يعني ماستر واحد أو مجموعة من السليف أو مجموعة من الماستر ومجموعة من السليف، ويتم الإرسال والاستلام بين الماستر والسليف، واللي هو الماستر اللي هو راح يتحكمني بالإرسال والاستلام. طبعا العدد مال الأجهزة اللي راح نربطها تعتمد على عدد البتات، لأنه كل جهاز يحتاج أنه يكون إلى أدريس خاص به. فإذا حتى أحدد أنه عدد الأجهزة يحتكون حسب عدد البتات، يعني إذا أنا عندي 7 بت للأدريس، إذا أقدر أوصل إلى 1024 جهاز. عفوا هنا أنا راح تكون 128 جهاز إذا كان عندي 7 بت، ولكن 1024 جهاز أقدر أوصل في حالة إذا عندي 10 بت للأدريس. يعني إذا أنا أحدد عدد الأجهزة حسب عدد البتات لكل أدريس، يعني إذا أنا عندي 7 بتات راح تكون 2 أس 7 اللي هي توصل 128 جهاز. بالإضافة إذا كان عندي 10 بت للأدريس، أقدر أستعمل 10 بت، فإذا أقدر أوصل إلى 1024 جهاز متصلين مع بعض. إذن راح أحدد عدد الأجهزة حسب عدد البتات لكل أدريس. نجي بعد ما شرحنا الـ I2C وطريقة عمله، نجي هنا نشوف الموديول مال الـ I2C اللي راح يربط مع اللي راح أربطه حتى أربط بين النود MCU والLCD. لأنه هسه لو نشوف الLCD، الLCD تتكون من 16 بن، وطبعا 16 بن ما راح يعني تكون بنات هواية، فصعبة إنه أربطها بالنود MCU، ما راح
يعني ألقي البنات الكافية. فنحتاج هنا إلى موديول I2C أربطه مع ال LCD، واللي من خلالها حتى أربط بين ال LCD و Node MCU. طبعا هنا أنا بنربط هسه نشوف الموديول اللي هو هذا الموديول اللي هو ال I2C. طبعا راح يقلل لي عدد البنات من 16 بن إلى 4 بنات اللي هي الجراوند والبي سي سي، بالإضافة إلى البنات الاثنين اللي قلناها اللي هي اس دي اي والاس سي ال. فإذا قللت عدد البنات، فهنا البنات اللي هي مال ال LCD طبعا هي مجموعة من البنات اللي هي الإضاءة، مثلا هنا عندنا الإضاءة مال الخلفية مالت الشاشة اللي هي موجب والسالب، بإضافة إلى أنه هنا الموجب والسالب حتى أشغل ال LCD. هنا أيضا هنا عندي عبارة عن مجموعة من البنات اللي هي تخص الداتا اللي هي من خلالها راح أرسل الداتا، بإضافة إلى enable والwrite والread. فإذا هي عبارة عن 16 بن. طبعا هاي ال LCD لو نستعمل الأردوينو نقدر الأردوينو أونو نقدر نستعملها مباشرة بدون ال I2C، لأنه تكون عدد بنات كافية موجودة بالأردوينو، ولكن بالنود MCU لا، صعوبة. فإذا نحتاج إنه نستعمل موديول I2C حتى أقلل عدد البنات مال ال LCD. طبعا سنشوف إنه البنات راح تكون عبارة عن 4 بنات أربط ال SDA وال SCL بإضافة إلى ال PCC وال Ground. نجي على ال I2C. ال I2C موديول، ال I2C موديول نشوف إنه هو يتكون من الأربع بنات اللي قلنا عليها إنه هي ال SCL و SDA وال VCC وال Ground، بالإضافة إلى إنه يوجد هذا الجمبر. الجمبر من خلاله اللي راح أتحكم بإضاءة الشاشة الخلفية مع الإضاءة مع الشاشة اللي تكون بهذا الشكل، هاي الإضاءة الزرقاء راح أتحكم بيها. إنه من يكون الجمبر موجود الإضاءة الخلفية مع الشاشة مضاءة، من أشيل الجمبر راح الإضاءة يعني الخلفية مع الشاشة راح تكون ظلمة، راح تنطفي الإضاءة. هاي فائدة الجمبر إنه هو الباك لايت راح يتحكم لي بالإضاءة الخلفية، أما تكون مضاءة أو لا. LCD contrast اللي هي من خلالها راح أتحكم بإضاءة كل حرف، يعني عن طريق هاي المقاومة راح أزيد وأقلل من إضاءة الأحرف اللي هي يعني كل حرف راح أتحكم بإضاءته عن طريق هاي المقاومة. أيضا يوجد اللي هو هاي ال A0 A1 A2، هاي البنات هي من خلالها راح أحدد الأدريس، الأدريس مال ال I2C. يعني احنا قلنا كل جهاز اللي هو يكون اللي أربطه على الوايرز مال ال I2C راح يكون إلى أدريس خاص بي، وقلنا يحددها حسب عدد البتات. فإذا هنا أنا راح أحدد عن طريقة أقدر أحدد الأدريس مال الموديول هنا ال I2C اللي هو LCD. طبعا هنا راح نجي لو نشوفه هذا البن اللي هي هاي البنات اللي هي A0 A1 A2 في حالة إذا عفدها بهذا الشكل مفصولات، هذا الشكل نشوفها مفصولات، راح يكون الأدريس مال الموديول اللي هو LCD 0 × 27، هذا راح يكون الأدريس. يعني هنا مكتوب الهكسة هذا مقصده، في هذه الحالة راح يكون 27. أما في حالة إذا لحمنا، طبعا هاي يكون يدوي نلحمها، ال I0 راح يكون الأدريس 26. أما في حالة لحمنا ال A1 لا راح يكون 25، في حالة لحمنا ال A1 وال A0 راح يكون 24، وهكذا. يعني في حالة ال A2 23، إذا ال A2 وال A0 راح يكون أدريس بهذا الشكل. إذا لحمنا ال 2 وال 1 21، بالإضافة إذا لحمناها كلها ثلاثتها راح يكون الأدريس
آتا اللي هو 20. فإذا نحن يعني نحتاج إنه نحدد لأنه الأدرس بالكود مال ال LCD حتى يرسل ويستلم إلى النود MCU. فهنا أنا راح يتم تحديده عن بهذا الشكل، يعني عن طريق هاي الثلاث بنات اللي هي A0 1 و 2. طبعا احنا راح نعوفها بهذا الشكل، ما راح نغير بها ولا راح نلحمها، فنستعمل اللي هو الادرس 0 في 27، راح نكتبه بالكود هذا الادرس. طبعا احنا قبل ما راح نحمل البرنامج اللي هو راح نستعمله حتى نكتب على ال LCD، طبعا قبلها راح نشوف الادرس، نشوف الادرس اللي هو الخاص بال LCD، يعني نتأكد انه هل هو 0 في 27 ام لا، لان نوبات راح يعني تكون اكو الادرس مالته غير شكل، راح يكون الادرس مختلف مو مثل احنا ما قلنا انه هو 27 وفوق، يكون في بعض الاحيان يعني نادرة انه يكون الادرس مختلف. اكو كود معين، هسه نشوف الاوتبوت مالته اللي هو من خلال راح يعرض لي الادرس مال ال LCD. طبعا بالبداية هسه لو نجي قبل ما نعرض الكود نشوف انه اول شيء نحتاج انه نحمل اللي هي اللايبراري الخاصة بال LCD I2C. اول شيء نحتاج انه نحمل اللايبراري اللي هي نروح على سكتش انكلود لايبراري، بعدها نضيف اما من المانج لايبراري او نضيف كفايل مضغوط. طبعا هاي شرحناها بالدرس السابق، يعني بالدرس اتوقع الاول او الثاني، اتوقع الثاني او الثالث شرحنا بها كيفية اضافة لايبراري. بعد ما ضفنا اللايبراري اللي هي تكون اما ملف مضغوط او من المانج لايبراري عن طريق الانترنت، بعدها نقدر نحمل البرنامج. طبعا هنا أنا راح نبدي نسوي انترفيس بين النود ام سي والاي تو سي. في بعض الاحيان هسه لو تجون تشترون تقدرون مباشره، يعني مباشره تشترون اللي هو الاي تو سي ال سي دي، يعني يكون الاي تو سي ملحوم مع ال سي دي. ولكن بعض الاحيان هسه مثل ما شفنا بالسابقه هنا يكون ال LCD ما موجود بيه، يعني إذا في حال إذا كان عندكم LCD بدون ال I2C تقدرون تشترون I2C ومجرد إنه تربطوها مع ال LCD. ولكن أكو أيضا بصورة مباشرة مثل ما نشوف هنا بصورة مباشرة أكو تكون ملحومة، يبيعوها تكون يعني ال I2C ملحوم مع ال I2C، عفوا مع ال LCD بهذا الشكل. فرأسا مباشرة نقدر نربطه ونستعمل اللي هو الـ I2C LCD. بعد ما دخلنا library حملناها أما من النت عن طريق فايل مضغوط أو من المانج library، بعدها سوينا interface ربطنا اللي هي ال LCD مع النود MCU اللي هي راح تكون بهذا الشكل. راح نربط ال Ground بإضافة إلى ال VCC ربطناها. طبعا نربط هنا انتبهوا إنه ال LCD راح تحتاج 5 فولت، فإذا نربطها على ال VN، لأن إحنا مثل ما قلنا إنه ال VN يعطيني 5 فولت اللي هي يحملها من اللي هو المايكرو يو اس بي. نربط هنا عندي الدي 1 والدي 2 اللي هي تكون الاس دي اي والاس سي ال. الاس دي اي مال الاي تو سي، هنا الاس دي اي مال الاي تو سي راح اربطها بالدي 2 اللي هو يكون اس دي اي بالنسبه للنود ام سي. يعني هنا لو نرجع على ال I2C، عفوا هنا ال LCD لو نرجع عليها هنا
لأن تكون النود ام سي يو موجود بالنسبة للجي بي اي او ماته، راح تكون هنا الدي 2 اللي هو اس دي اي، اما الدي 1 راح يكون ماته اللي هو الدي 1 نقصد بي الاس سي ال اللي هو يكون بولت ان، يعني نقدر نستعمل الدي 1 اس سي ال والدي 2 كاس دي اي. فهنا راح نربط هاي البنات مع النود ام سي يو. طبعا تقدرون تلقون اللي هو تصميم البنات بالنسبة للنود ام سي يو، وتشوفون انه الدي 1 اللي هي اس اي ال والدي 2 اللي هي اس دي اي. بعد ما ربطنا ال ال سي دي، نجي بالبداية قلنا انه نعرف اللي هو الادريس مال الاي تو سي. هنا الادريس حتى اكو برنامج راح تلقوه على جيت هاب موجود بالديسكريبشن، انه شلون انه مجرد انه نحمل الكود للنود ام سي يو راح يعرض لي الادريس اللي هو نشوفه الادريس امامنا، عرض لي اياه. اذا هو بصوره صحيحه راح يكون 27، اذا انا عندي الادريس صحيح اللي هو 27. فاذا بهاي الطريقه انا راح اتاكد من انه الادريس مال ال سي دي اللي هو يكون 27. طبعا هو اكو موجود هو الكود على الانترنت، مجرد فقط تحملوه بدون اي تغيير. بعد يعني بعد ما تحملون اللايبراري اكيد مال ال سي دي، بعدها تقدرون مجرد فقط تحملون الكود الى نود ام سي يو ويعرض لكم مباشرة الادريس. بعد ما تأكدتوا من الادريس نقدر بعدها ننفذ البرنامج مالتنا اللي هو نريد نعرض على ال LCD مجرد عبارة hello world والاسم اي اسم تريدون. راح اعرض بالرو الاول راح اعرض hello world، وبالرو الثاني راح اعرض اسمي اللي هو إلاف أحمد. اول شيء نجي نحمل اللايبراري اللي هو liquid crystal i2c. بعدها راح نستعمل لايبراري اللي هي واير. الواير هاي من خلالها اقدر اسوي اتصال i2c، اذا هاي توفر لي الواير اتصال i2c. فاذا حملت هنا هاش انكلود واير دوت اتش. بعدها عرفنا اوبجكت اللي هو LCD، بداخلها راح احط اللي هو الادريس مثل ما تأكدنا انه هو 27، كتبنا الادريس. بعدها نكتب الحجم مال ال LCD. ال LCD مثل ما قلنا انه ال LCD كل يعني كل نوع له حجم معين حسب، ونستعمل يعني حسب اللي نحتاجه. مثلا عندنا LCD هنا راح نستعملها اللي هي تكون 16 × 2، اللي هي احنا 2 × 16، ولكن من نكتبها بالكود راح نكتبها بالعكس. اول شيء كولومز بعدها الرو، يعني هنا عندي 16 كولومز بالاضافة الى انه عندي 2 رو، راح نستعمل هذا الحجم. اكو لا 4 × 20، يعني تكون 4 رو و20 كولومز. هنا نكتب الحجم مال ال LCD بالإضافة إلى إنه الأدريس مالتها. بعد ما استدعيت اللايبراريز وحددنا اللي هو الأوبجكت LCD والحجم مال LCD والأدريس، بعدها نروح على الفويد سيت أب. بالفويد سيت أب أول شيء نسوي إنيشاليز المن لل LCD اللي هي من خلال هاي الفاكشن إنيشاليز lcd.init. هذا نشوفه هاي اختصار initialize. بعدها نستعمل function اللي هي backlight. هاي backlight راح تسوي لي إضاءة للخلفية مال الشاشة، إذا راح تضوي لي تسوي إضاءة للخلفية مال الشاشة اللي هي تكون بلون الأزرق. بعدها نستعمل function اللي هي set cursor. من خلال هاي الفاكشن راح احدد الكرسر من يبدي، يعني انا عندي هنا مثلا الشاشة
اللي هي تكون بهذا الشكل، هاي الشاشة. تنشوفه هنا احنا كتبنا 3-0 اللي هو بهذا الشكل 3-0. فإذا من راح يحسب؟ راح يبدي هنا 0 1 2 3. إذا راح يبدي من اللي هو السطر الثالث. إذا من هنا راح يبدي الكارسر، حطيت الكارسر هنا، من هنا راح يبدي يكتب المؤشر، من هنا راح يبدي يكتب. نشوف مين بدأ؟ عبر أول 3 اللي هي يبدي العد مالته من 0، فصفر 1 2 3 اللي هو بدأ بيها، حط الكارسر هنا. بعدها أبدي أكتب lcd.print أطبع الهلو وورد، راح أطبع الهلو وورد، راح يبدي يطبع لي الكتابة. بعدها أيضا استعملت set cursor، حطيت الكارسر وين؟ 0 1. هنا نقصد بيها الصفر اللي هي الكولومز، أيضا هنا الكولومز يبدي بيها، فإذا 0 columns اللي هي راح تكون هنا 0 columns، هذا نقصد بيه 0 columns. إذا بدأ من البداية. واحد، الواحد شنو نقصد بيه؟ الرو الثاني، لأنه أول رو اللي هو الرقم مالته 0، ثاني رو اللي هو 1. إذا بدأ بالرو الثاني. بعدها lc.print يطبع لي العبارة اللي هي إله أحمد. داخل الفويد لوب ما راح نحط شيء، بس مجرد نطبعها مرة ونخليها، ما راح نغير أي شيء. هنا طبعا بالفويد لوب حسب اكو يعني برامج او تطبيقات نستعمل فيها نحط فويد لوب، لانه اذا عندي فد عبارات اريد تتغير من فتره الى ثانيه، ف نحطها بداخل الفويد لوب. بس هنا انا مجرد بس دا اطبع عبارتين. الاوتبوت مالتنا راح يكون بهذا الشكل، تشوفون ربطنا ال اي تو سي مع النود ام سي يو هذا الشكل. طبعا انا هنا يعني موجوده عندي ال LCD، ولكن مو من ضمنها يكون ال I2C، لانه انا ال LCD مشتريتها وحدها بدون ال I2C. فبعدها اشتريت اللي هو ال I2C موديول، ومجرد فقط على البورد احطها بدون وايرات، يعني تقدرون بدون وايرز، مجرد فقط البنات راح هنا اربطها مباشرة. فقط أحتاج إنه أربط 4 الوايرز اللي هي SDA والSCL والVCC والGround، هذا الشكل راح يكون. انتبهوا راح يكون الربط مالتها بهذا الشكل، اللي هي راح يكون الجمبر بهاي الجهة، يعني إذا ما يصير تنعكس، يعني ما راح تشتغل الـ LCD، ويكون الأوتبوت مالتنا بهذا الفيديو راح يكون الأوتبوت مالتنا اللي هو hello world والاسم. طبعا وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى ان الفيديو فاتكم. مع السلامة.